والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون المحصنات، يعني يتهمون المحصنات بالزنا والعياذ بالله، يقذفونهم بالزنا، يرمونهم بالزنا في تعبيرات صريحة واضحة. طيب مين المحصنات؟ من هم المحصنات؟ العفيفات. يبقى إذا قذفت امرأة عفيفة فقد وقعت في إيه؟ في ما يسمى بالقذف، ودي من كبائر الذنوب. في علماء اشترطوا مع أنها تكون عفيفة عشان يقام عليك الحد، أن تكون، أو يعني مع شرط العفة، الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. وفي علماء يعني اللي شال شرط واللي شال شرطين، ده مذهب جمهور الفقهاء في الجملة يعني. لكن الحقيقة أن القول الراجح هو مذهب الإمام ابن حزم، وقال أن الآية نصت على العفيفة ولم تشترط شروطا أخرى، فمن قذف صغيرة أهي مش بالغة يقام على الحد، ومن قذف مجنونة، واحدة مجنونة اتهمها بالزنا، يقام على الحد، ما اشترطش هنا العقل. وإذا قذف كتابية ما اشترطش الإسلام، هي واحدة كتابية اتهمتها بالزنا يقام عليك الحد. وإذا قذف أمة مش من يعني مش حرة يقام عليه الحد. وده القول الراجح، أن الشرط الوحيد في إقامة الحد أن تكون المرأة عفيفة ليست زانية، وبالتالي إذا قذفتها يبقى أنت وقعت في كبيرة قذف المحصنات، وبالتالي يقام عليك الحد. تقول لي ما هي مش عفيفة، هي أنا عارف ليه، أقول لك جبت 4 شهود، ما احنا نعرف اللي هي زانية إزاي. الإسلام اشترط شرط صعب جدا، ألا وهو أن تشهد أو أن يشهد 4 رجال على أنها وقعت الزنا، وما دام حضرتك ما جبتش الشهود يبقى انت كده قذفتها. عارف انت لو 3 شهود شهدوا على ان المراه، راحوا للقاضي وقالوا له ان المراه دي شفناها والعياذ بالله في وضع الزنا، 3 بس مش 4، يقام عليهم 3 حد القذف، لازم 4 و4 رجال، لان المراه لا يعتد بشهادتها في الحدود ولا في القصاص. وهذا الشرط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتحقق أبدا أبدا، منذ بدء الإسلام إلى وقت ابن تيمية بيقول لم يتحقق أبدا اللي في حد جاب 4 شهود ويشهد به أن المرأة وقعت في الزنا. وده يا أخوانا لأن الإسلام يريد أن هذه الأمور لا يتكرر ذكرها في المجتمع، فوضع الشرط الصعب عشان حتى لو راجل شافها امرأة في وضع الزنا لا يتكلم ولا ينطق، لعسى أن المرأة تتوب ونحو ذلك. شيخ ابن عثيمين يقول ومنذ عهد ابن تيمية إلى عهد هذا لم يحدث حادثة إثبات زنا بشهود 4، لأنه شرط يصعب جدا تحقيقه. إنما للأسف النهاردة يا إخوانا عند كثير من الشباب بيقع في المعصية دي دون أن يشعر، لما يقول لصاحبه يا ابني الزانية، بس بيقولها بألفاظ اللي هي المتداولة اللي يفهم منها التصريح بالزنا. كده يا ابني انت قذفت ام هذا الشخص، وانت بتضحك وقاعد على القهوة، انت كده ارتكبت كبيرة، وهنشوف كمان العقوبات اللي عليك. فالتصريح بوقوع المرأة في الزنا ده اسمه قذف. طيب لو اتهم أو قذف رجلا مش امرأة، قالوا الرجل ده زاني والعياذ بالله، هل يقام عليه الحد؟ نعم بالإجماع،
سواء قذفت رجلا او امرأة يقام عليك الحد. يبقى راجل قذف راجل يقام على الحد، راجل قذف امرأة يقام على الحد، امرأة قذفت امرأة يقام عليها الحد، امرأة قذفت رجلا يقام عليها الحد بالإجماع. فالرمي بالزنا من كبائر الذنوب، ولا يثبت الزنا إلا بالشهود الأربع شهود أو بالاعتراف لو الست اعترفت أو الرجل اعترف، الاعتراف سيد الأدلة، أو بالحمل، الحمل الواضح الصريح من امرأة لم يسبق لها زواج مثلا. يبقى دي ثلاث علامات بيتأكد منها وقوع الزنا: الاعتراف، الحمل، شهود أربع رجال. كل ده احنا في كلمة والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء. وقلنا يشرط ان هم يكونوا رجال، وده شرط طبعا صعب جدا يتحقق. فاجلدوهم، عقوبة بقى القاذف ده ايه؟ ثلاث عقوبات. اول عقوبة فاجلدوهم 80 جلدة، حد القذف 80 جلدة. وتاني عقوبة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ما دام ما تبش من هذه المعصية شهادته ترد، يروح المحكمة نقول له لا انت قذفت امرأة قبل كده، انت شهادتك مردودة وما تبتش. وتالت حاجة يتصفوا بالفسق، يبقى الراجل ده فاسق، وأولئك هم الفاسقون. يبقى عقوبة القاذف ده، في كده شباب للأسف يعني كل يوم يقذف، وفي ستات كده تشوف جوزها ماشي ماسك الموبايل تقول له انت بتكلم الست، الست دي كذا. وساعات يا اخواننا في التليفونات على الفضائيات الست تحكي وتشرح مشكلتها وبتتهم زوجها. حتى يا ست لو شفتي زوجك، احنا قلنا اهو يعني لازم نخلي بالك في الكلام يا اخواننا، ساعات انت بتتكلم على ممثله او ممثل فتقول كلام يتفهم او يبقى صريح في ان هم الناس دي وقعت في الزنا، انت كده قذفته. تقول لي يا عم ما انت شايف، لا في فرق ما بين مقدمات الزنا وبين الزنا الذي هو الزنا الذي هو الجماع الذي ياتي منه الولد. فنخلي بالنا بالله عليكم من ايه، من الكلام اللي بيتقال. وما يا عم دول العالم مش عارف، انت كده قذفت الناس دي كلها. انما لو قلت لفظ فيه تعريض مش تصريح، دي اختلف فيه الفقهاء هل يقاس عليه او هل يعتبر قذف. الراجح انه ما يعتبرش قذف. يعني لو واحد قال الست دي مشاها بطال، الست دي مش ولا بد، الست دي مش شمال، الحاجات دي، ده اسمه تعريض لكن مش تصريح. التصريح هو ان الست دي وقعت في الزنا باي لفظ يتفهم منه كده، اقوله قدامك بتتفهم خلاص ان دي وقعت في الزنا، سواء اتهمت ست او راجل. فالست اللي تقعد تحكي مشكلتها على الفضائيات وتقول ان زوجي عمل كذا ومش عارف ايه وتصرح، وقعت في القذف، لان هي هتجيب اربع شهود منين؟ مش هتجيب، وجوزها ما اعترفش وجوزها مش حامل، يبقى اذا قد قذفت وقعت في الايه؟ في الكبير. والراجل برضو اذا شرح يقول لك انا اسال امراتي شفتها مع راجل وقعت في كذا، جبت شهود ما جبتش، يبقى انت اتهمتها قذفتها. الزوج والزوجه ليهم حاله خاصه هنقولهم بكره ان شاء الله، اللي هي حاجه اسمها الملاعنه. المهم والذي فاهمين بقى يعني ايه، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء، ثلاث حاجات: فاجلدوهم 80 جلده، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. ما دام تاب خلاص، يعني تاب ولم يصل الامر الى المحكمه او الى القاضي، والراجل سامح في حقه او الست سامحت في حقها، لا يقام على الحد. انما خلاص تاب وبعد ما قمنا على الحد خلاص، ما هو تقيم على الحد، ينفعه فيه، ينفعه في الاثنين اللي جايين بقى، اللي هو بعد ذلك تقبل له شهاده، وبعد ذلك لا يكون من الفاسقين. فاذا تاب العبد وسامح صاحب او سامح المقذوف راجل او ست، ما دام سامح خلاص يسقط عنه الحد ما دام ما وصلش للايمان.
وتاني حاجه يعني سامح قبل ان يعني التعبير الادق ان الراجل او الست سامحوا في حقهم قبل ما الامام يقيم الحد. طب اقام الحد وتبت، استفيد بالتوبه؟ تستفيد انك تقبل لك شهاده على الراجح بعد ذلك، ولا تتصف بالفسق بين الناس بعد ذلك، الا الذين دعوا الراجح، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. العلماء قالوا هنا يعني ايه واصلحوا؟ ايه المقصود بواصلحوا؟ قال العلماء على الراجح اظهروا التوبه من القذف. قالوا يا جماعه احنا تائبين الى الله، احنا معتذرين، احنا مخطئين، اظهروا التوبه، مش تابوا بينه وبين نفسهم. والتوبه هنا تقتضي ان الانسان يكذب نفسه عن يكذب نفسه فيما اتهم به غيره من الزنا عند من اتهمهم عنده، يقول كده ويعترف يا اخي معنى اتكلمت في الست دي، انا اتكلمت في الراجل ده، وانا اتبرأ من ذلك، والكلام ده كله باطل، واكذب نفسي. ده معنى التوبه. واصلحوا اظهار ذلك امام الناس. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعني ممكن تكون تكتب على السوشيال ميديا كلام هكذا ثم تتوب، تكتب برضه على نفس صفحتك على الملأ اللي انت يعني اظهرت ذلك امامهم، تكتب برضو انك تائب الى الله وانك كاذب في دعواك، وتطلب المسامحه من هؤلاء الاشخاص الذين قذفتهم. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، لانك ارتكبت معصيه وهتتعذب عليها اذا لم تتب. فالمسلم يتوب الى الله حتى يتوب الله عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.